مصر وإصابة 19 شخص سقطت بهم حافلة من أعلى جبل بسلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث سقوط حافلة على الجبل الشرقي هاط في ولاية الحمراء في سلطنة عمان اليوم السبت، فيما أصيب 14 آخرون. والجدير بالذكر أن الباص كان يحمل أيتاما، وبحسب بيان صادر عن شرطة عمان السلطانية في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في تفاصيل أولية عن الحادثة أنها وقعت في الجبل الشرقي جبل هاط في ولاية الحمراء. تدهورت حافلة تقل 19 شخصا مما نتج عنه 5 وفيات، فيما تراوحت إصابات الركاب الآخرين بين المتوسطة والخطيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن لله وإنا إليه راجعون. حيث قال المتابعين أن الباص يعود لأطفال أيتام وهو تابع لوزارة التنمية الاجتماعية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العظيم لهم الرحمة وأن يشفي جميع المصابين، اللهم أمين. أعزائي المتابعين، بكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.